بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة بنبتدي الـ first webinar بعد اللونش بتاع اليوتيوب شانل الخاص بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وبيسعدنا انه يكون اول webinar تحت رعاية هيدك تشابتر برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الغني، وده إن شاء الله هيبقى سلسلة من الـ educational webinars non promotional. طبعا موضوع الهيدك والمايجرين بالتحديد موضوع مهم جدا في البراكتس بتاعنا في النيورولوجي، فإحنا البداية هتبقى بفيرست ويبينار ومعنا ثلاثة من الإمننت سبيكرز في مجال الهيدك: الأستاذ الدكتور رامز رضا، أستاذ الأمراض العصبية جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور إسماعيل رمضان، أستاذ أمراض العصبية في جامعة اسكندرية، والأستاذ الدكتور حاتم سمير، أستاذ أمراض عصبية في جامعة القاهرة. كل سنة وأنتم طيبين. بنشكر شركة نوفارتس على تواجدها معانا، وزي ما قلت في الأول ده this is a non-promotional webinar، مالوش أي علاقة بأدوية أو علاقة دعايات لأدوية يعني. بطلب من الأخ العزيز الأستاذ دكتور محمد أسامة عبد الغني رئيس تشابتر الهيدك في الجمعية المصرية للأمراض العصبية أنه يفتتح الويبينار. أهلاً وسهلاً بكل الزملاء، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يتقبل مننا جميعا كل أعمالنا ودعائنا، وعيد سعيد، ونتمنى كلنا بنتمنى كل الخير لكل زملائنا ان ربنا من عليهم بالشفاء، بنقول لهم الحمد لله على السلامة، وزملائنا اللي بيواجهوا مشاكل بسبب الوضع اللي احنا فيه بندعو لهم، هم كتير على فكرة، وخصوصا من الجونيور ستاف في كل الجامعات، بندعو لهم بالشفاء العاجل وبكل السلامة. بنمر بظروف قاسية، ربنا يعديها على خير بإذن الله. في خلال طبعا في البدايه طبعا برحب بالاستاذ الدكتور ماجد عبد النصير رئيس الجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحه الاعصاب ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات العلوم العصبيه، وبنشكره على المجهود اللي بيعمله في دعم كل الانشطه الشابترز المختلفه. وزي ما كنا وعدنا في رمضان اللي فات ان احنا هنوقف شويه في رمضان وفتره العيد الانشطه العلميه المتتاليه، وهنبتدي بعديها، وده زي ما قال الدكتور ماجد هو اول وبينار عن موضوع في غايه الاهميه، بقى لنا دلوقتي اكتر من 3 سنين مركزين على الهيدك لاهميته، وعلشان كده عايزين دايما ما ننساش كل الحاجات الأساسيات ومتابعة الجديد فيه بإذن الله. أنا بشكر زملائي اللي عملوا المجهود في تحضير المحاضرات اللي هنسمعها النهاردة، وإن شاء الله أوعدكم بأنها تكون يعني وجبة علمية دسمة تعوضنا كلنا عن فترة الصيام العلمي الاضطراري اللي احنا بنمر بيها. في البداية أنا بدعو الزميل العزيز الأستاذ دكتور رامز رضا أستاذ الأمراض العصبية في جامعة عين شمس علشان يكلمنا عن الـ burden of headache والـ unmet needs في الـ in migraine بالذات، اللي هو طبعا من أهم أنواع الهيدك وأكثرها انتشارا. نتكلم كده يا دكتور رامز، تفضل. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بشكر طبعا الجمعية المصرية والهيدك تشابتر برئاسة دكتور أسامة على الانيشيتيف المهم ده، ان احنا نعمل مجموعة من الويبينارز، وسعيد ان هو ده يبتدي بالاكتيفيتي بتاع الهيدك. والحقيقة طبعا من ساعة التشابتر ده ما ابتدى من سنتين وهو نشط جدا، وبنحاول ان احنا نعمل اكتر قدر من الاكتيفيتيز
عشان نلحق، لأنه الميجرين والهيدك ما كانوش واخدين حقهم لسنين طويلة، مش زي يعني برانشز تانية من النيورولوجي اللي سبقتنا وعملت الكلام ده من فترة طويلة. فبإذن الله ده يبقى افتتاح كويس. بشكر طبعا دكتور ماجد عبد النصير على دعوتي لل speaking in this initiative and this forum، ومبسوط ان هو فيه اتنديز كتير، ويا رب كمان ان هو ده لما يتحط على اليوتيوب شانل يبقى مفيد كمان لناس اكتر. وانا الحقيقه هتكلم على introduction على المايجرين بيردن، وليه المايجرين مهم وايه اهميته، عشان كده كمقدمه لكل اللي احنا هنعمله بعد كده ان شاء الله. اوكي زهره كده. Okay, so I will start with a few migraine facts, things that you know very well, of course, but I'll just go through very simple facts about migraine. So the prevalence of migraine is about between 1 in 5 people and 1 in 10 people around the world. So on average, we can safely say that 1 in 7 people around the world have migraine, which is about 1 billion people. And for chronic migraine or daily headaches in general, it is estimated that between 1 and 5% of people around the world have chronic or daily headaches. So on average, around 2% of the world population have global or daily or near daily headaches. Migraine is the second leading cause of disability worldwide. So that's the other fact that we need to stress about. It is 3 times more common in women. They have more attacks, longer attacks, more disability, and longer recovery. And importantly, less than 20% of people with frequent migraine see a GP or even a specialist. So 1 in 5 people, they see a specialist about their headaches. And only 40% of these ever get an accurate diagnosis of migraine. So this provides a platform to understand why this disease that is so prevalent is very burdensome. So just to go through a few points, migraine is the most common primary headache disorder. It affects around 1 in 5 to 1 in 7 people in the world, so around 1 billion, as we said. 90% of patients who attend clinics at GPs or neurologists probably have migraine or definite migraine. For GPs or primary healthcare in the UK, for example, 4% of their practice is headache. But for us, for neurologists, around 30% or more of our practice in the outpatient clinics is about headache, especially migraine. So as you all well know, migraine is made up of attacks. The attacks are characterized by headaches that can be unilateral, almost always associated with some additional symptoms such as nausea, photophobia, phonophobia, etc. It has a genetic influence and it has environmental triggers. Migraine starts off in children, usually in the pubertal age, around 12 to 17. At that age, men and women, or males and females, have an almost equal prevalence. And then during the 20s, 30s, and 40s, women have a lot more headaches, and it's more common there, around 3 times more common, probably because of hormonal changes. And then beyond 50s, the prevalence starts to approach again. And by 60, men and women are equal again. So this is a very well-known curve about the prevalence of migraine in the different sexes. Now, there's a problem with estimating prevalence of migraine around the world. And the problem comes from the classification systems and the measuring. As you all know, we don't have an objective measure of migraine. So any measure of the prevalence of migraine is based on questionnaires, based on guidelines, based on the measuring tool.
So that's why you find a lot of discrepancy. So for example, an overall estimate in Africa of around 10%, the same for Asia and Australia, and even North America, while in Central Asia and Europe, it's a bit more. But when you look at local data, here, for example, in the Middle East, you also find this disparity between countries that report around 7 to 10%, like Saudi and Oman, whereas other countries approach the probable estimate, like in Egypt, the studies that were done by Dr. Hatem Samir and others, show around a 17 to 20% prevalence rate of migraine. In Iran, it's a bit overestimated. Most likely, there are no ethnic differences or demographic differences around the world in migraine prevalence, but probably the difference is in the measuring tools. This translates into the burden. And when we say burden, the burden of any disease is divided into several things. One of them is how disabling is it is. Is it fatal or not? Is there an associated impact on quality of life? How effective are treatments? So migraine is really one of those diseases. It's a top leading cause of disability around the world. It's a misunderstood and stigmatized disease. It does impact quality of life significantly. And the current treatments, or the usual treatments for migraine, are still poorly tolerated and not very effective. I'll start with the stigma. And patients with migraine are not stigmatized in the sense like, for example, psychiatry patients, but they are stigmatized differently in that patients are not able to show the people around them how much they suffer. So a lot of people underestimate the suffering of migraine patients. For example, at work, if you have a migraine attack and you cannot work, your colleagues and your managers would not appreciate how much suffering you are in. And in a few studies that were actually done, it showed that people at least underestimate this suffering by one third. And studies have estimated that the stigma of migraine is similar to that of, say, panic disorder. Again, panic disorder is an invisible disease, and people tend to underestimate how much suffering it is. And it's also comparable to people with epilepsy, for example. But epilepsy, at least, is more obvious to the other people around you. Now, also, you've also probably seen this data about the years lived with disability. So this is for non-fatal diseases that people live with. And of course, migraine is one of the very chronic diseases that people have to live with for a long time. Yes, it's not fatal, but it's disabling. And when you calculate the years lived with disability, YLDs, for all the non-fatal diseases, you find that migraine is number two, right after low back pain, which is the most prevalent and most disabling disease in terms of years lived with disability. So migraine has been since 2016 in the number two place in the years lived with disability in any disease area. That's a very interesting study that was done in 2018, which showed that in people under the age of 50, it's actually the first cause of disability around the world. So we can actually say that migraine is the most disabling disease in terms of years lived with disability in people in populations less than 50 years old. And it has been shown over and over again that the burden of migraine is increasing over the years, whether that because of the prevalence, probably because of more diagnosis, and the overall impact of migraine on the family life and on life in general. The impact of migraine on the quality of life, as you know, migraine is made up of attacks, and each attack can have a long duration
including a prodrome that could last a few hours or a few days before it, and then an aura sometimes, and then the attacks themselves, and then a postdrome that's often also a few hours and up to a few days. So attacks are prolonged in migraine, and of course they have all the usual features that you know very well. During an attack, what happens is that the patients with migraine, they get into what we call a sickness behavior. And sickness behavior is the behavior that is taken by all people or all animals who are especially sick. So they are secluded, they take different postures than normal, they don't want to communicate with others. And it has been suggested that this sickness behavior is a way of avoiding environmental dangers. As we know, migraine is triggered by a different, by many, many different external and internal triggers. Most of them are threatening, like hunger, like heat, like certain foods. So this behavioral reclusion or avoiding interaction with others and sitting in the dark, etc., may be a way of the sickness behavior that secludes the person from threats and thus provides a survival advantage in terms of evolutionary survival advantage. In all cases, what happens with this sickness behavior is that the patient with migraine is unable to function normally during the attack, and especially during the headache phase. So here they measured in the premonitory phase, in the headache phase, and the postdromal phase. And 70% of the time during the headache phase, patients are extremely or very limited activity. In the premonitory phase, they around 30% are extremely or very limited. And in the postdromal phase, again, 30% are extremely or very limited. So even in the premonitory and the postdromal phase, you still have some limitation in around 30%, but most of the limitation is during the attacks themselves. When they asked patients with migraine, and this is a huge number of patients, 18,000 patients with migraine, 50% or more reported that they have severe impairment during the attacks. 39% showed that they have some degree of impairment, and only 7% of migraine patients reported that they function normally with migraine. In trying to find out who especially have the most burden, of course, this is understandable that patients with more migraine days, so patients with 8 to 14 or more than 15 days of headache, of migraine days a month, have a lot of severe disability on the MIDAS scale. And also patients who've tried one or two or three or four or more prophylactic treatments, they also have the most impact. So understandably, patients with chronic migraine who've tried prophylactic treatment, who have more than 15 days of headache a month, these patients suffer the most and they are in the severe disability range. Also, we tend to look at burden in terms of functional disability, productivity at work, and the quality of life. As you would imagine, migraine negatively affects family life. So missing social events is a very common finding in migraine patients. Around half of them miss social events because of their migraines. Around a third have marital problems because of migraines, because they're always irritable, always not in the mood. And the same with parenting and children. So if you have a headache, you cannot tolerate your children, especially during these days with the lockdown and everything, it's very difficult to have migraines and be at home with young children. In terms of cost, it's been estimated in many, many countries that the healthcare costs of migraine patients are very high. This cost, part of it is going to the ER and receiving medications. So around half of migraine patients have at least once
has visited the ER for their headaches. But most importantly, and 70% of the cost of migraine is because of work productivity, lost work productivity. People with migraine miss their work a lot, so they are absent from their work a lot. And more importantly, they go to work, but they cannot function at work, which is a term that's called presenteeism. Presenteeism is going to work, but not being able to function. And this is seen in many other disorders, such as depression. People with depression, again, miss work, but more often they go to work, but they're not productive. Same with patients with chronic fatigue, hypertension. And for migraine, this is a big part of the lack of productivity. So, as we said, part of the burden of migraine is that it's not well diagnosed, it's not well identified, and it's not well treated. 60% of individuals with migraine are not diagnosed. Most people with migraine are self-medicating, or at least 50% of migraine patients are self-medicating. There is very little training for healthcare practitioners on migraine in medical school and after medical school. And that's, of course, our responsibility to try to increase that. So as we said, about half of patients never receive a diagnosis, and eventually this translates into only a small percentage of patients ever getting the right prophylactic treatment for their migraines. So 26%, in some studies, 26% of migraine patients have taken prophylactic treatment. And if you measure the number of patients currently using preventive treatment, even though they need it, it's less than 15%. So it's around 10% of patients who actually require prophylactic treatment are taking it at present. Why is that? Why is the medication use quite little? There's a problem with compliance, because you have to take the medication for a long time, and maybe you take several times a day. Side effect profiles of most prophylactic treatments, it's not favorable for many people. Medication overuse, so drugs interacting with each other. And then the many comorbidities sometimes don't allow good tailoring of treatment to patient needs. And in this slide, what you see is that over 300 or 400 days, so over 1 year, you find that most patients discontinue treatment. And for these three classes, antidepressants, anticonvulsants, and beta blockers, antihypertensives, you find that beta blockers are quickly discontinued in less than 100 days. Around 25% are left with the treatment with antidepressants or anticonvulsants after 6 months. And by 1 year, only 14% of patients continue their prophylactic treatment. Most discontinuation is not because of resolution of symptoms, because satisfactory resolution, as you see here, it's only about 12% of patients stop their medication because there's been resolution of the migraine. Most of them is because either lack of efficacy or side effects. As we said, there are many comorbidities in patients with migraine, anxiety, depression, vascular disorders, even stroke are common occurrences with patients with migraine. And at the end, we still don't have a lot of medications that are very tolerable, that have low discontinuation rates and low adverse effect profile. So in summary, the unmet need in migraine prophylactic treatment is that for most patients, they are not taking prophylactic treatment. It's severely underused. There is poor patient adherence and discontinuation because of many, many reasons. And the most common reasons is the lack of efficacy and intolerable side effects. So part of the burden of migraine is not being able to treat it effectively, and thus new and effective treatments could help in also relieving part of this burden.
Thank you very much and hope I did not take a long time. شكرا دكتور رامز على المحاضرة القيمة وأنا بدعو كل الأفاضل البارتيسيبانت معنا اللي حاضرين الويبينار لو في أي سؤال عندنا في البار اللي تحت في كيو أند إي بار يا ريت يتحط السؤال وإن شاء الله في نهاية الثلاث محاضرات نتعرض للأسئلة فعندنا كيو أند إي أنا يعني encourage you to put your question. We are going to discuss at the end of the webinar. Now, شكرا to Ram, شكرا جزيلا. دلوقتي جدورنا مع الأخ العزيز الأستاذ دكتور إسماعيل رمضان أستاذ الأمراض العصبية جامعة اسكندرية. الدكتور إسماعيل هيكلمنا على management of migraine. هو حاطط عنوان لطيف جدا reimagining migraine management. اتفضل دكتور اسماعيل. طبعا بيسعدني جدا ان ابقى معاكم طبعا thank you very much Mr. Chairman استاذ دكتور اسامة عبد الغني استاذ دكتور اسامة عبد الغني رئيس الهادك شابتر واستاذ دكتور مجد عبد النصير وكل الاتنديز وثانك يو فيري ماتش طبعا لشركه فارتس اللي سمحت لنا ان احنا نعمل الويبينار ده. الحقيقه المين توبيك بتاعي النهارده عن الري ايماجين مايجرين مانجمنت وعلاقته بال والنيو باثوفيسيولوجيكال ميكانيزمز واحدة لأني عندي يمكن هي دي الأجندة بتاعتي النهاردة اللي هو المايجرين current treatment options scheme والgoals of preventive treatments and current gap والnew approach في المايجرين management والbetter understanding of migraine pathophysiology يمكن دي الحتة المهمة وبعدين هنتكلم بقى على الرينوماب a new hope for migraine patients. Starting from the beginning, the pharmacological strategies for migraine treatment زمان كانت في حاجات فيها الحاجات يا إما للacute treatment يا إما للprophylactic treatment. الacute treatment طبعا زي ما احنا كنا عارفينها كلها إذا كانت analgesics ولا triptans ولا antiemetics والأرجوت alkaloids وكانت الجول بتاعتها إن احنا to support the migraine attacks والpain relief والimprovement وإن احنا نحصل على sustained pain relief. والprophylactic treatment لو هنلاحظ كان عندنا حاجات للepisodic migraine والchronic migraine. الchronic migraine ما كانش يمكن ليه غير البوتيلينيوم توكسنز والepisodic migraine كان ليه حاجات كلها طبعا كانت أدوية وميديكيشنز بتستخدم في حاجات تانية وجاية من other diseases زي البيتا بلوكرز والانتي ابلابتكس والكالسيوم شانل والانتي ديبريسنس زي ما تفضل الدكتور رامز وقال يعني هي originally مش tailored للtreatment of migraine ولكن بتستخدم للtreatment of migraine وكانت الجولز بتاعتها ان احنا بنreduce الfrequency او الduration او severity of the attacks او الديسابيليتي او بنانهانس الريسبونسيفنس للاكيوت ثيرابي او علشان كل ده علشان يصب في الامبروفمنت اوف ذا بيشنتس ابيليتي تو فانكشن. يبقى واضح ان احنا كانت في عندنا مشاكل في التريتمنتس القديمه كلها. الكرنت تريتمنت جاب كان اكوردنج للامريكان هيريك اسوسيشن ان نان of the currently available oral preventive treatments were designed specifically for migraine. حاجات كلها زي ما احنا قلنا عليها حاجات معمولة لحاجات تانية وجاية للمايجرين. Many oral preventive treatments have limited to moderate efficacy. لما كنا بندي التريتمنت دي ما كانتش ليها يعني افكت قوي ملحوظ بالنسبة لنا وما كانش كده وبس ده كمان كان ليها adverse events و contraindications و interactions إذا كنا بنتكلم على بيتا بلوكرز أو أنتي ديبريسنس أو أنتي هايبرتنسيفز أو حاجات زي كده كان طبعا الحاجات دي بيبقى لها ادفيرس ايفنتس ويمكن ده كان بيخلي العيانين يبطلوها. بيحصل discontinuation of one or more prophylactic medication كانت نسبته لغاية 24% إلى 40% بالنسبة للإبسودك مايجرين والكرونيك مايجرين.
دلوقتي هنبتدي ندخل في الموضوع المهم يمكن اللي هو الكور بتاع التوك بتاعي النهاردة اللي هو الأولد هايبوثيسس بتاعت الميجرين باثوفيسيولوجي، يعني ليه كانت التريتمنتس دي محطوطة؟ لأن كان معروف إن الباثوفيسيولوجي اللي هو الأولد هايبوثيسس اللي هو الفاسكولار ثيوري، الفاسكولار ثيوري أوف الأكيوت ميجرين كان ان هو الفازو كونستريكتورز زي الارجوتامين and more recently التريبتانز كانوا افكتيف في الاكيوت مايجرين تريتمنت، فقالوا بناء على هذا ان هو ليه فاسكولار ثيوري او هو ده الاونلي ثيوري انفولفد. ولكن الجروينج ايفيدنس سجست ذات البلاد فيسلز دايلاتيشن الون insufficient to trigger migraine. يعني لو الفازوكونستريكترز بتعمل effect بس الفازو dilatation مش هو بس ال involved في الباثوفيسيولوجي. واستدلوا على الموضوع ده بأن functional brain imaging during the migraine with aura has shown that the headache pain can start when cerebral blood flow is decreased. يعني الموضوع ما فيهوش vaso dilatation. That is when blood vessels are constricted. وconversely the headache sometimes be subside حتى لو السيريبرال بلاد فلو لسه زايد ونو تشينج في الفلو ار سين ان مايجرين وذاوت اورا. يعني واضح ان في حاجات كتيره قوي كانت في الباثوفيسيولوجي اون ذا بيسز اوف ذا فاسكولار ثيوري ما كانتش قوي ماشيه مع ان هو ممكن يكون فاسكولار ثيوري. اوفرول no clear relationship exists between the migraine headache attacks will changes في cerebral blood flow will vessel diameter. الحاجات دي طبعا خلتنا نبتدي ندور على another path of physiology علشان نقدر to come up with a drug that is effective in cases of migraine. وطلع neuronal theory اللي هو opposing theory of the migraine path of physiology. The main opposing view in a migraine is a neural disorder primary of the CNS. Neural disorder. يعني إيه؟ يعني المايغرين can be classified as a neurovascular disease. وطبعاً النيورونال ثيري دي قالت المايغرين is a neuroinflammatory condition of the dura mater. عايزين نشرح الكلام ده شوية بالتفصيل. يمكن ال next two slides أو three slides هم يمكن هيبقوا دول أهم حاجة في ال presentation بتاعتي لأن كل الكلام اللي بعد كده هيبقى معتمد عليهم. عايزين نتكلم إن المايجرين ده لو حبينا إن إحنا نعمل له definition classified as a neurovascular disease معنى إن هو neurovascular disease يعني في neurologic element و vascular element. والنيوروفاسكولار ديزيز ده بيبقى involving الاكتيفيشن اوف الترايجيمينو فاسكولار سيستم اللي هو السيستم ده اللي هي في الرسمه اللي علميه. يبقى الترايجيمينو فاسكولار سيستم involved في الموضوع. والبرايمري ديسفانكشن بيبقى في البرين ستيم سنترز اللي هي بتريجيليت الفاسكولار تون والبين سنسيشن. يبقى معنى كده ان احنا في عندنا ثلاث حاجات، في عندنا حاجة لها علاقة بالblood vessels وليها حاجة لها علاقة بالnerve fibers اللي around the blood vessels، وعلشان طبعا الاثنين دول يتربطوا مع بعض بيتربطوا مع بعض من خلال peptides بتبقى secreted علشان حاجة تؤدي إلى حاجة. الactivation بتاع الترايجيمينو vascular system اللي هنا موجود هنا دوت بيؤدي إلى cranial vasodilatation. طبعا اي اكتيفيشن هنا للترايجيمينو فاسكولار سيستم بيؤدي الى كرينيال فازو دايلاتيشن وبيبقى ميدييتد بالريليس اوف فازو اكتيف بيبتايدز. يعني علشان الاكتيفيشن ده بتاع الترايجيمينو فاسكولار سيستم يعمل كرينيال فازو دايلاتيشن لازم يبقى من خلال السكريشن اوف فازو اكتيف بيبتايدز. ايه هم الفازو اكتيف بيبتايدز ديت؟ اللي هي بتبقى سابستن بي والكالسيتينين جي ريليتد بيبتايد اللي هي السي جي ار بي اللي هم بيبقوا بيطلعوا من السي فايبرز والالفا دلتا فايبرز سسبكتدلي اللي هم الفايبرز دول. يبقى احنا عندنا دلوقتي كذا حاجه، عندنا نيورونال ترايجيمينو فاسكولار سيستم بيبقى انفولفد، فازو دايلاتيشن بيبقى انفولفد، وبتبقى فيه ميدييشن ببيبتايدز اللي هي بتطلع من السي فايبرز والالفا دلتا فايبرز. طيب الدايلاتيشن دوت بيؤدي الدايلاتيشن بتاع البلاد فيسلز ده
بيؤدي الى stretching of the perivascular nerve fibers. الدايلاتيشن بتاع البلد ليسلز هنروح على الرسمه اللي جنبها بتبقى مينلي في اللي هي الميدل مينينجيال ارتري خلاص اللي هي موجوده هنا في الديورا. الدايلاتيشن دوت بتاع البلد فيسلز بتؤدي الى دايلاتي ستريتشنج للبيريفاسكولار نير فايبرز، النير فايبرز اللي حوالين البلد فيسلز. ولما يحصل ستريتشنج للبيريفاسكولار نير فايبرز ده بيؤدي ان هي بيحصل لها ديبولاريزيشن. فلما بيحصل لها ديبولاريزيشن بتعمل اكشن بوتنشال اللي هي الاكشن بوتنشال ريلي للسنترال نيرفوس سيستم. يبقى الـ 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 الاساس هنا الدايلاتيشن بتاع السيريبرال بلاد فيسلز، المينينجال بلاد فيسلز بتعمل دايلاتيشن للبيريفاسكولار نير فايبرز اللي هي حواليها خلاص، وبتؤدي الديبولاريزيشن اكشن بوتنشال اللي هو بيروح بعد كده بريلي للبرين، وبيؤدي لريليس اوف كيميكلز من النيرف فايبرز فتعمل فيرذر دايلاتيشن. ده من المهم قوي ان احنا نعرف ان الثلاثه دول كونكتد مع بعض، اللي هي الترايجيمينو فاسكولار سيستم، الفازو دايلاتيشن، والستريتشنج بتاع البلاد فيسلز، والكيميكال سيكريشنز بتاعت النيورو بيبتايدز. طيب طبعا هنا الفازو دايلاتيشن اللي بيحصل ده بيأفكت زي ما قلنا، معلش هرجع للرسمه تاني، بيأفكت الفازو دايلاتيشن ده الميدل مينينجيال ارتري، بيأفكت الميدل مينينجيال ارتري الفازو دايلاتيشن ده without affecting خالص الانتراكرينيال ارتريز، سواء اذا كانت الانتراكرينيال ارتريز دي الانترنال كاروتيد او البازلر، which means ان الديورا plays a very important role في developing of the migraine، لان هي هنا ده مكانها الميدل مينينجيال ارتري خلاص. وده معناه ان المايجرين هيديك can be considered as a result of cranial vasodilatation, cannot be considered as a result of cranial vasodilatation alone زي ما كان الاولد ثيوري بتقول، ولكن في inflammatory mechanism is implicated. والinflammatory mechanism ده اللي هو بيبقى mediated بالneuropeptides اللي هو بتبقى secreted، وعلشان هو inflammation sterile ما هوش يعني حاجة مش sterile، فبيتقال عليه ده neurogenic inflammation. يبقى معنى كده ان في حاجة زيادة حصلت ان هو neurogenic inflammation نتيجة neuropeptides خلاص حصل بقى involved في pathophysiology of the migraine واللي هو بيبقى caused by release of the chemicals. يبقى كده هنا المايجرين headache بيبقى caused by vicious circle اللي هو الفازودايلاتيشن بيؤدي للنيوروجينيك انفلاميشن، بتنهانس الفازودايلاتيشن وبتخليه بينفول، وده يمكن اللي بيؤدي الى الهيديك او ده الميكانيزم بتاع المايجرين. طيب ننتقل لرسمه اللي هي بعدها، يمكن دي اكتر حاجه برضو من من السكند سلايد اللي هي very important، اللي هو علشان بقى to understand the origin of the intracranial pain لازم الأول نبتدي نشوف ان understand the intracranial vascular innervation إذا كان sensory أو sympathetic أو parasympathetic nerves. أنا مش هدخل في details بالكلام ده، ولكن عايز بس أركز على الرسمة دي اللي هي parasympathetic fibers. الباراسيمباثيتيك فايبرز هنا بتكونتين الفاسكولار انتستينال بيبتايدز خلاص، اهي ديت الباراسيمباثيتيك فايبرز اللي هي هنا دي كلها اللي حوالين الميدل مينينجال ارتري، فيها الفاسكولار انتستينال بيبتايد، فيها الباك اب يمكن هنقول عليه كلام اللي هو البيتويتري ادينايل سايكليت، في النيتروس اوكسايد اللي هو برضو هنا هو اللي هو الأسيتايل كولين، وفي السي جي ار بي. كل الحاجات ديت الباراسيمباثيتيك فايبرز اللي هي بتنيرفيت الميدل مينينجيال فيها كل الحاجات ديت. علشان كده لما هنبتدي ندور على نيو تريتمنت لازم يبقى مينلي النيو تريتمنت يكون بيشتغل على حاجه من الحاجات دي، لانه واضح ان هو ده الاوريجين اوف ذا بين. طبعا الباراسيمباثيتيك فايبرز اللي هي بتكونتين الحاجات دي كلها بتوريجينيت في الاسفينو بالاتين، الاوريجينيت بتاعها الاسفينو بالاتين جانجليا،
والاوتيك جانجليا، يعني ده الاوريجين بتاع الباراسيمباثيتك فايبرز اللي هو اهو الاوريجين بتاعها اللي هو هنا ماشي، اللي هو الاوتيك جانجليا والسفينوبالاتاين جانجليا، دول التو مين سورسز بتاعت الباراسيمباثيتك فايبرز. طيب الترايجيمينال جانجليا بقى ده السورس بتاع الانتراكرينيال، هنا الترايجيمينال جانجليا ده السورس بتاع الانتراكرينيال سنسوري نيرفز، ديت اللي بتبتدي تاخد البين امبلسز من الاريا بتاعت الميدل مينينجر وتبتدي تدخلها جوه البرين. والترايجيمينال جانجليا دي فيها السي جي ار بي والسابسين بي والباك اب والنيتروس اوكسايد، يعني ده سايت تاني للسي جي ار بي اللي هو مين اللي بنتكلم عليه النهارده، وسابسين بي والباك اب. فبالتالي برضو ده عزز قوي موقف ان اي حاجه هتشتغل على السي جي ار بي هتبتدي تكت النيرف البين باث واي من هنا اللي هي بتدخله جوه البرين. يبقى اهم حاجه نعرفها بالتو سلايدز دول ان احنا عندنا فازو دايلاتيشن بيحصل، والفازو دايلاتيشن ده لما بيحصل في الارترز اللي هي موجوده في المينينجيز بيبتدي يسترتش النيرف فايبرز اللي هي حواليها، وده بيحصل من خلال نيوروبيبتايدز بتبقى سيكريتد، وبعدين بعد كده الباثوي ده يدخل بالترايجيمينال جانجليا يروح على البرين عن طريق النيوروبيبتايدز اللي هي السي جي ار بي والاذر بيبتايدز علشان يحصل الميكانيزم بتاع المايجرين. يبقى الموضوع ما كانش موضوع فازو دايلاتيشن بس، لا ده الفازو دايلاتيشن عمل ستريتش النيرف فايبرز، افرز نيوروبيبتايد كيميكلز، وعمل مشاكل كتيره هي اللي تسببت في المايجرين. يمكن التو سلايدز دول او الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي اللي انا قلته خلاص يمكن هو الاساس بتاع اي حاجه بعد كده هنتكلم عليها. كل شويه هنزود بس معلومه صغيره. البرين لاكس طبعا سنسوري ريسبتورز، وده معناه ان البين ريسبتورز بتاعتنا موجوده في الجورا والبايا اوف ذا مينينجيز. ده لو خدنا كده حاجة كروس سكشن، ادي السكالبون، ادي الجورا، ادي الاراكنويد، ادي البايا، وادي البلود فيسلز اللي هي لما بيحصل فيها فازودايليتيشن بتستريتش خلاص. والريسبتورز ديت اللي هنا اللي هي الفازودايليتيشن ده لما بيحصل ويبتدي ستريتش النيرف فايبرز بتبتدي بتريلي للترايجيمينال، والترايجيمينال دي الترايجيمينال جانجليا اللي هي بتدخل جوه البرين. الاكتيفيشن بتاع المينينجر ريسبتورز لو شفنا هنا على الرسمة اللي هي على الرايت هاند سايد، اكتيفيشن بتاعت المينينجر ريسبتورز بتروح هي اللي مسؤولة عن الثروبينج بين بتاع المايجرين، وبيبقى ده معناه ان المايجرين بيبقى ترانسميتد من المينينجيز ثرو الترايجيمينال نيرف. وبعدين النيورونز اللي في الترايجيمينال جانجليا طبعا بتريسيف سيجنالز من النوشي سيبتورز اللي هي في المينجيز اللي هي هنا اللي احنا نفس الكلام اللي قلنا عليه، والسيريبرال بلاد فيسلز as well as other areas. يعني الترايجيمينال هنا بقى مش بتريسيف بس من الميدل مينينجال هنا والارتز اللي فيه، ولكن بتريسيف افرنت سيجنالز برضو من النوشي سيبتورز في المينجيز والسيريبرال بلاد فيسلز as well as other areas of the head خلاص. وبعدين بعد كده تبتدي الاسندنج اكسونال بروجكشن ترانسميت دي سيجنالز تو سيكندري نيورونز في السباي في السباينال ترايجيمينال جانجليا. يعني الترايجيمينال جانجليا تاخد كل الريسبتورز وكل البين ده اللي جاي لها من كذا حته، وبعدين تروح موصلاه للسباينال ترايجيمينال جانجليا. ومن الترايجيمينال نيوكليس التيرشري كونكشنز بتبتدي تروح للثالاموس والهايبوثالاموس والكورتكس، يعني الفايرنج يبتدي في الترايجيمينال جانجليا وبعدين تبتدي تروح بقى في ارياس كتيره للبرين اللي هي thought to underlie the characteristic features of the migraine. هنقول برضو هنأكد على المعلومة ان CGRP receptors pathway بيبقى expressed في الترايجيمينال vascular system والsecond order neuron في البرين stem،
خلاص يعني السي جي ار بي ده موجود اللي هو بيميديت البين موجود، مهم قوي نعرف ان هو موجود في الترايجيمينال فاسكولار سيستم وكمان موجود في السكند اوردر نيورونز اللي هي موجوده في البرين ستام اللي هو بيبقى اكتيفيتد. برضو نفس الكلام دايلاتيشن للديورال فيسلز تتنقل بال في الترايجيمينال نيرف تروح للبرين ستام يروح للبرين، وكل ده ميديتد بكيميكال باثوي اللي هو مينلي السي جي ار بي. اللوكاليزيشن بتاع سي جي ار بي هل هو موجود هنا بس؟ لا مش موجود بس في الترايجيمينال، ده موجود كمان في المينينجال ارتريس اللي هي الديورا فاسكليتشر، موجود في البرين، موجود في الثالاموس، موجوده في الترايجيمينال جانجلا طبعا اللي احنا قلنا عليه، موجود في البرين ستام اللي هي ترايجيمينال نيوكليس كوداليس. يعني واضح جدا ان علشان البين يتنقل من اول الميدل منينجال والارتريس وكده، لا ده كمان بيفضل مكمل تواجده في مناطق في البرين في الثالاموس وحتت كتيره قوي علشان تو ميك شور ان الـ ان ان ان, الـ إن البين ده هيستمر. خلاص يبقى CGRP receptors located inside و outside the blood-brain barrier، يعني هي موجودة برا الـ blood-brain barrier في الحتة بتاعت الميدل منينجل، وموجودة برضو جوه الـ blood-brain barrier اللي هي الحتة بتاعت الـ brain stem، وطبعا بتبقى localized at several sites within the trigeminal pathway والbrain. طيب هنا برضو هنبتدي نضيف معلومة صغيرة على اللي احنا قلناه، ان احنا قلنا الاكتيفيشن بتاعت المينينجل نوشي سابترز اللي هي فيها blood vessels اللي بيحصلها dilatation بتؤدي للريليس of vasoactive pro-inflammatory peptides اللي هي substance P والCGRP اللي احنا قلناها اهي الميدل مينينجل اللي هي المينينجل نوشي سابترز. الCGRP بقى بتبتدي تعمل حاجة كمان زيادة، بتبتدي تنديوس الماست سيل دي ريجوليشن، خلاص علشان تو ميك شور ان الانفلاميشن هيستمر، الانفلاميشن هيستمر وهتفضل المينينجيال نوشي سيبتورز سنسيتايز، معنى ان هي تفضل سنسيتايز ان هي هتفضل تبروديوس البين امبلسز ثرو ذا باث واي اللي هو احنا قلنا عليه ده النيوروجينيك انفلاميشن اللي هو ستيرايل انفلاميشن بيحصل من خلال سيكريشن اوف نيوروبيبتايدز. يبقى الحته دي بقى احنا بنقول عليها بريفرال سنسيتايزيشن، ديت الجزئيه دي بريفرال سنسيتايزيشن. سنسيتايزيشن معناه ان انا ابتدي بس البين وبعدين هو بعد كده يشتغل لوحده من خلال السنسيتايزيشن بتاع حاجات كتيره اللي احنا قلنا عليها هنا. طيب المعلومة الجديدة اللي احنا عايزين يبقى هنا كده الـ postulated sites of action بتاعت الـ CGRP في الـ migraine pathophysiology موجود في المينينجيس اهو، موجود في الـ trigeminal ganglia وموجود جوه الـ blood-brain barrier. موجود في المينينجيس عن طريق ان هو الـ vasodilatation اللي قلنا عليه، وان هو بـ mediate neurogenic inflammation اللي احنا قلنا عليه الـ preferred sensitization بتاع النوشي سابترز. موجود في الترايجيمينال جانجلي اللي هو بيموديوليت البين سيجنالينج ثرو نيورون نيورون ونيورال جلايال انتر اكشن وبيليسيت اللوكال نيورو انفلاميشن. المعلومه الزياده اللي في السلايد ديت ان هو لما يدخل بقى البلاد برين بارير اللي هي هنا الدوتد لاين ده بينهانس الجلوتاميترجيك سينابتيك ترانسميشن اللي هو المفروض ان هو الانهيبيتوري امبلسز، فبالتالي بيكزاسربيت انهيبيتوري اكسايتاتوري امبالانس. خلاص يعني بيبتدي الامبالانس ما بين الاكسايتيشن والانهيبيشن يتغير، فبالتالي يبتدي الموضوع يختلف وبيبروموت الترانسميشن اوف بين سيجنالز من الترايجيمينال فاسكولار system via second order sensory neurons للثالاموس والهاير كورتيكال بين ريجنز. يبقى السي جي ار بي مش موجود بس بره ولكن كمان موجود جوه البلاد برين بارير.
طيب احنا دلوقتي كنا اتكلمنا على البريفرال سنسيتايزيشن، لا ده احنا عندنا كمان حاجه اسمها سنترال سنسيتايزيشن اللي هي المايجرين سيمتوم ستام فروم اولتر سيجنال بروسيسنج كوزد باي سي ان اس سنسيتايزيشن والهايبر سنسيتيفيتي. الابنورمال سيجنالينج في الترايجيمينال سيستم ده بيؤدي الى نيوروجينيك انفلاميشن اللي احنا قلنا عليه، وسنترال سنسيتايزيشن اوف ذا سيجنال بروسيسنج ان مايجرين بيشنت اللي هو جوه البرين ستام. السنسرال سنسيتايزيشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل لونجر لاستنج بين، يعني البين الايفكت بتاع النوشيسبتور ستيمولاي كونتينيو افتر ستيميليشن هاز اندد، يعني حتى لو الامبلسز على الليفل بتاع النوشيسبتورز اللي موجوده في الديورا او المينينجال فيسلز اللي هي عملت ودخلت من خلال الترايجيمينال اللي جوه، السنسيتايزيشن بقى يبتدي ممكن يشتغل لوحده، ممكن يخلي البين مايجرين بين ده مور سيفير، ممكن يخليه يعمل حاجه اسمها ايزلي تريجرد بين، يعني الثريشولد بتاع البين اللي هو مش المفروض يؤدي الى بين يقل خالص، والثريشولد بيبقى ديكريزد، واي حاجه صغيره تبتدي تاجريفيت البين. عشان كده حتى في المايجرين سيمتومز العيان دايما يقول مش قادر اسمع صوت عالي، مش قادر اشوف نور، الحاجات البسيطه اللي المفروض ان هي ما تعملوش مشاكل بتبتدي تعمل له مشاكل، ويبقى البين بيبقى تريجرد بستيمولاي ذات ار نورمالي نون بينفول. الدايجرام ده بقى بيبتدي يدينا الكونكشن ما بين البريفرال سنسيتايزيشن والسنترال سنسيتايزيشن، يعني ادي السنسوري مينينجال افرنت اللي هو بيعمل البريفرال سنسيتايزيشن، الروت اللي هو جاي من الروت من المينينجيس يروح للترايجيمينال نيوكليس كوداليس، ده الفيرست اوردر افرنت، وفايرنج از ريفيرد تو بريفرال سنسيتايزيشن اللي هو احنا قلنا عليه، وبعدين يبتدي يدخل البرين يبتدي يعمل السنسرال سنسيتايزيشن اللي هو once the pain mechanisms are engaged peripherally central anatomy is in turn sequences، يعني يبتدي بعديه. In addition at some point the second order neuron can start to fire without further peripheral، يعني من الترايجيمينال لغاية بقى فوق والثالاموس والهايبوثالاموس والكورتكس خلاص هو مش محتاج البريفرال لان السنسرال سنسيتايزيشن حصل فيبتدي يشتغل لوحده. والاوتونيموس فايرنج از ريفيرد، ده هو اللي بنقول عليه الاوتونيموس فايرنج، يعني من غير الهلب بتاع البريفرال سنسيتايزيشن خلاص تو فيرد از سنترال سنسيتايزيشن اللي احنا بنقول عليها الالودينيا. وبعدين هنا بقى تحصل حاجه كمان زياده، خلاص ريتيرن للمينينجيز فور فيرذر نيورونال اكسايتيشن اند برولونجيشن اوف ذا بروسيس، بقى ده بيشتغل لوحده وده بيشتغل لوحده، لا ده كمان يرجع علشان اللوب تبتدي زي ما بنقول يعني تزيد الطين بله ان هي تاجريفيت البين مور اند مور اللي هو بنقول عليها الفيد فورورد لوب بتكرييتس الهايبر سنسيتيفيتي. يبقى ادي المينينجال بلود فيسلز اللي هي البريفرال، وبعدين دخل الترايجيمينال، وبعدين راحت على كله، هنا بيحصل بريفرال سنسيتايزيشن، هنا بيحصل سنترال سنسيتايزيشن، وممكن ترجع تاني علشان تعمل اللي هي الفيد فورورد لوب كرييت الهايبر سنسيتيفيتي. معنى كده ان سي جي ار بي رول في المايجرين باثوفيسيولوجي بيعمل لي نيوروبيبتايد ريليس، طبعا خلاص بيتسبب في المشكله اللي احنا قلنا عليها اللي هو نيوروجينيك انفلاميشن، بيعمل فازو دايلاتيشن اللي هو يمكن الاساس، بيعمل نيوروبيبتايد ريليس الانفلاميشن والسنترال اكتيفيشن والسنسيتايزيشن والبرين ستيم والبرين، يعني واضح ان سي جي ار بي ليه هنا افكت جامد. طب ايه هو سي جي ار بي ده؟ ده هو نيورون بيبتايد انفولفد فور مايجرين باثوفيسيولوجي، لكن هو نورمالي طبعا موجود. دي الكاركترستكس بتاعته، هو بيبقى وايدلي ديستريبيوتد في السنترال والبريفرال نيرفس سيستم، بوتنت بيبتيدرجيك دايليتور اوف ذا بريفرال اند سيريبرال بلاد فيسلز، بوتنت دايليتور، والترايجيمينال في الترايجيمينال فاسكولار سيستم السيل بودز بتبقى في الترايجيمينال جانجليا هي المين سورس بتاعت السي جي ار بي اللي هو بيروح بعد كده بيروح تو سبريد تو ذا هول ارياز اوف ذا برين، وان الاكتيفيشن بتاع الترايجيمينال نيرف بيكوزز السي جي ار بي تو بي ريليزد من البيري فاسكولار نيرف اندنجز اللي احنا الميكانيزم اللي احنا قلناه في الاول خالص،
اللي هو بيروح للبرين ويبتدي يعمل المشكلة بتاعت المايجرين. الريسبتورز بتاعت السي جي ار بي انا مش هدخل خالص في ديتيلز، ولكن الريسبتور بتاعه هو ليه ثلاثة كومبوننتس، واحدة اللي هو CLR والرامب والRCP، دول أنواع الريسبتورز بتاعت السي جي ار بي. عندنا كلينيكال ايفيدنس كتيرة جدا بتقول ان هي بتيمبليكيت السي جي ار بي في المايجرين. ايه هي الكلينيكال ايفيدنس؟ لو قلنا هنا ادي ده الكنترول وده الكرونيك مايجرين وده الابيسوديك مايجرين وده الكرونيك هيديك، واضح جدا ان السي جي ار بي بيبقى اليفيتد في المايجرين، ده برضو واضح في المايجرين. بيشنت بيتريجر المايجرين السي جي ار بي لو اتعطى، يعني في الهيلثي كنترول اهوت، لكن في المايجرين لما بندي بيتريجر الهيديك على طول، فده طبعا كلينيكال ايفيدنس ان هو انفولفد. طبعا السي جي ار بي ليفلز بتبقى انكريز جدا في المايجرين بيشنتس. ادي قد ايه الليفل بتاعت الاتاك بيبقى عالي جدا، في الريست والكنترول almost the same، لكن سواء اذا كانت المايجرين ده without aura او المايجرين with aura، واضح جدا السي جي ار بي ليفل بيعلى، يبقى ده معناه طبعا ان هو definitely involved في موضوع المايجرين. طبعا معروف ان هو is a potent vasodilator للcerebral arteries، وCGRP was previously established as a potent dilator of the blood vessels في peripheral vascular beds. وCGRP was also significantly more potent than the substance P as a vasodilator of cerebral blood vessels. لما جم يقولوها قالوا ان CGRP يمكن مثلا لو الإفكت بتاعه في الفاسودايتيشن 48%، substance D يا دوبك 18%. يعني ده بيبين لنا قد ايه هو potent. وكمان التريبتانز لما كانت بنديها للمايجرين بيشنتس وكانت بتجيب افكت، وكنا فاكرين الافكت ده نتيجة الفازوكونستريكشن، لا ده واضح جدا ان السوماتريبتان ده بيأكت عن طريق ان هو بيسبرس السي جي ار بي ريليس من الترايجيمينال نيرفز وان اوف اتس اكشن. فحتى ايفن العلاجات اللي كانت زمان بتبروف ان هي تو بي افكتيف كان جزء منها نتيجه الايفكت على السي جي ار بي. هل هنقدر نبلوك السي جي ار بي ريسبتور؟ هل هنقدر نعمل كده؟ طبعا الى حد كبير طبعا قدرنا نعمل كده، دي الريسبتورز بتاعت السي جي ار بي، ودي اللي يمكن بعض الميكانيزمز اوف اكشن. الانتي سي جي ار بي ريسبتور انتي بودي، هنا لما بيطلع السي جي ار بي بيبقى موجود في الكليفت، بيبقى موجود هنا في السينابتيك كليفت. الايفكت بتاع الدراج اللي هو الايرينوماب بيشتغل ان هو بيقفل في الريسبتور، ما بيشتغلش على الليجاند، ما بيشتغلش على سي جي ار بي لوحده اللي هو موجود في السينابتيك كليفت، ولكن بيمنع الايفكت بتاع السي جي ار بي على الريسبتور. طب ده يفيدنا بايه، او ده اهميته فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو؟ اهميته ان سي جي ار بي ده ستيل ليه فيسيولوجيكال فانكشن، فانا لو جيت وعملت له بلوك او خلصت الموضوع من هنا، جزء كبير من الفيسيولوجيكال فانكشن اوف سي جي ار بي هتبقى بريفنتد. فال دراج بتاعنا اللي هو الايرينوماب، لا هو بيشتغل على الريسبتور، فبيمنع السي جي ار بي ان هو اتاتش بالريسبتور، فيمنع الاكشن بتاعه اللي هو في الميجور في البين باث واي، ويسيب السي جي ار بي لوحده لو ليه اي فيسيولوجيكال فانكشن يشتغل عليها. النوفل دراجز اللي هي تارجتنج السي جي ار بي، في هي اللارج مولكيولز وفي السمول مولكيولز. السمول مولكيولز دي بتشتغل على الريسبتور بنقول عليها الجي بانز، واللارج مولكيولز يا اما بتشتغل على الليجاند اللي هو بيبقى فري في السينابتيك ليفت اللي احنا قلنا هيمنع الفيزيولوجيكال فانكشن، ولكن الرينوماب بيشتغل على الريسبتور ويسيب السي جي ار بي فري علشان الفيزيولوجيكال فانكشن بتاعه. يبقى معنى كده ان الايرينوماب ده اول حاجه مهمه نعرفها ان هو فولي هيومن،
فولي هيومن يعني ملهوش اي انيمال كومبوننتس، وده طبعا بيقلل جدا السايد افكت بتاعته. فبالتالي بيبقى سبيسيفيكالي ديزاين للمايجرين لانه بيبلوك الريسبتور، ما هوش دواء جاي من انذر ديزيز. وبالنسبه للسيفتي بتاعته طبعا بتبقى بلاسيبو لايك سيفتي، وهو برضو انذر دايجرام بيلاستريت ان هو الايرينوماب بيبلوك الريسبتور انتر اكشن مع السي جي ار بي، وبيسيب اللايجاند لوحده يعني بيشتغل على الريسبتور. يبقى معنى كده الايرينوماب لي سستيند افيكاسي اكروس اول بيشنتس بروفايل وكوموربيديتيز، اذا كان للابيسوديك مايجرين، للكرونيك مايجرين، مايجرين ويذ اند ويذاوت اورا، المينسترلي ريليتد مايجرين، الميديكيشن اوفر يوز هيديك، واذا كان في اي كوموربيد انكزايتي اور ديبريشن زي ما الدكتور رامز قال. يبقى الادفانتج بتاعت الايرينوماب، وده اكوردنج للامريكان هيديك society، ان هو no need for gradual dose escalation، على طول بندي just a dose gradual rapid onset over days to weeks، effective in patients who have failed the prior preventive treatment، tolerability profiles are similar to placebo with injection site reaction being the most common، وما هيش مشكلة خالص، lack of hepatic metabolism or renal clearance، طبعا ده بيخليه ليه ادفانتج كبيره. يبقى التيك هوم مسجز اللي احنا هناخدها ان الاكتيفيشن بتاع الترايجيمينو فاسكولار سيستم ده كي رول في المايجرين باثوفيسيولوجي زي ما قلنا. None of the current treatments are addressing this pathway خالص. CGRP has been established as having a key role in migraine. الإرينوماب اللي هو المونوكلونال أنتيبودي انترفيرينج مع السي جي ار بي سيجنالينج بوتنشال سيجنالينج بوتنشال اوف المايجرين بروفيلاكتيك مانجمنت، والإرينوماب طبعا شود ا بيتر افيكاسي اند ويث توليرابيلتي بروفايل سيميلر تو بلاسيبو. ثانك يو فيري ماتش. متشكرين جدا جدا دكتور اسماعيل. احنا طبعا دكتور اسماعيل ادانا الواقع يعني جرعه ممتازة في فهمنا الجديد للمايجرين، ودنا تهال يعني شرح وافي جدا للسي جي ار بي والرول بتاعتها في الباثوفيسيولوجي والبوتنشلز بتاعتها في العلاج. احنا بنشكر دكتور اسماعيل جدا على المحاضرة الجميلة البديعة. طبعا السي جي ار بي من ساعه ما ابتدى يتكلم عليه كوتسبي والزملاء بتوعه في اوائل التسعينات وهو لغايه الاهميه لحد ما بقى فيه زي ما شرح لنا الدكتور اسماعيل ادويه بتقدر تتعامل معاه وتجربت وبقت ابروفد في المايجرين وحلت لنا جزء كبير من المشاكل والتريتمنت جاب بتاع المايجرين في الواقع. وهو خدنا في رحلة يعني بديعة علمية بديعة عشان نفهم المولوكولر بيولوجي بتاع البيبتايد الجديد ده، بنشكره عليه. ومنتظرين بقى ان احنا نسمع من الدكتور حاتم سمير تجارب عملية عن هذا الموضوع. يعني الدكتور حاتم هياخدنا بقى في رحلة عن التطبيقية زي ما نقول كده على موضوع الانتي سي جي ار بي في المايجرين، باعتبار دي ايرا جديده ودلوقتي بقت ابروفد اراوند ذا وورلد، وممكن تحل لنا جزء كبير من المشاكل والبردن اللي شرحه لنا الدكتور رامز قبل كده والانميت نيدز والثيرابيوتيك جاب اللي موجوده في العلاج ده. اهلا دكتور حاتم، شرفنا وأهلا بك. نسمع منك الكلام اللي بعده. أيوة بالضبط. الحقيقة أنا قبل ما نبدأ في الكيس سيناريو اللي أنا هقدمها النهاردة، المحاضرة عبارة عن كيس سيناريو العيانة الحقيقة problematic و very challenging، لكن العيانة دي خلتني أفكر في المجرين إن هو عبارة عن umbrella، it's a continuum، it's not a single phenotype. الحقيقة هو spectrum وتحتيه يعني diseases وتحتيه symptoms. يعني زي ما الدكتور اسماعيل قال في أواخر السلايدز بتاعت البرزنتيشن بتاعته ان احنا عندنا عيانين بإبيسوديك ميجرين يمكن
بيخفوا بمايلد انالجيزكس باراسيتامول مثلا او اسيتامينوفين. في عيانين مور سيفير شويه بيوصلوا للكرونيفيكيشن بتاع الهيدك, ممكن يبقى العيان بتاع السي ام او الكرونيك ميجرين ده يبقى معاه ميديكيشن اوفر يوز هيدك, ممكن يبقى معاه كوموربيد بقى انكزايتي ودبريشن, ممكن يبقى في وقت معين كاتامينيال او بيور منستوال ميجرين او منستوال ريليتد ميجرين, وطبعا ده في فرق بينهم وهنشوفه دلوقتي في العيانه اللي هنعرضها. الميجرين ممكن يبقى باورا او ذوت اورا, بس مش بس كده, الميجرين بيبقى معاه برودروما, بيبقى معاه بوستودروميك مانيفستيشنز. فالحقيقه الميجرين اذا ان امبريلا كفرينج بين كهيدك واذر اسوسييتد سيمبتومز, وفي نفس الوقت البين او السندروم ده اللي بيجي بين الحقيقه ماشي بكونتينيوم من فيري مايلد لسيفير اند كرونيك فور. نيكست السلايد اللي بعده. علشان اديفلوب انا تريتمنت بلان, قبل ما يعني ما نقول الايتمز اللي انا هعتمد عليها علشان اديفلوب تريتمنت بلان فور بريفنتيف ثيرابي, سواء كانت الاورال او النيو انجكتبل او الاولد انجكتبل زي البوتولينوم توكسين, الحقيقه مهم قوي ان انا اكونسيدر كل عيان كانديفيدوالايزد بيشنت بفينوتايب معين بتريتمنت معين, مش بس حتى البريفنتيف ثيرابي, لا كمان حتى الاكيوت ميديكيشنز بتاعه الميجرين بتختلف من عيان للتاني. في عيان مش ريسبوند خالص للباراستامول مثلا ولا التريبتانز, يمكن بيبقى محتاج حاجات كومبايند انالجيزكس اب تو حاجات بيبقى فيها كودايين زي السولبادين هو اللي بيفرق معاه, لكن مش كل عيان زي التاني. لكن في جنرال رولز انا اي هاف تو فولو في اي عيان ميجرين, ان انا لازم ايوز الايفيدنس بيزد بريفنتيف ثيرابي. احنا عندنا الامريكان واليوروبيان جايد لاينز والاثنين قريبين قوي من بعض. في اي بريفنتيف تريتمنت اي هاف تو ستارت ان ا لو دوز اند تايتريت اب للثيرابيوتيك دوز, والتايتويشن ده بيبقى مختلف من دواء للتاني. لازم ادي ادكوت ترايل للدواء اللي انا بديه, ومهم قوي ان انا استابليش رياليستيك اكسبكتيشن اوف ذا بيشنت. اي هاف تو ديفاين سكسس ان ميجرين بريفنشن. يعني مش المفروض ان العيان هيبقى فاهم ان هو هياخد الدواء فيخف فما يبقاش عنده ميجرين. انا لازم من الاول يبقى فيه زي كونتراكت بيني وبين العيان ان انا بديفاين معاه امتى هقول انك اتحسنت. يمكن التحسن يبقى في الفريكوانسي او في الديوريشن او في السيفيريتي, وعشان اعمل ريدكشن لاي من هما لازم على الاقل يبقى اكتر من 50% من الديزيز بيردن ابتدى يقل, وذر سيفيريتي بالفيجوال انالوجي سكيل او ديوريشن العيان هيحسبها بالكالندر بتاعته او بالفريكوانسي في الاسبوع او في الشهر. لكن ممكن ما وصلش لكده, لكن امبروف مثلا في عيانين معينين الريسبونس للاكيوت ميديكيشن. يعني في عيانين عندهم كرونيك وسيفير هيديك نوت ريسبوندينج للاكيوت ميديكيشن, فبالتالي يعني جاست ان انا انزل الريسبونس بتاعه من ان نون ريسبونسيف تو اكيوت ميديكيشن ل انه يبقى ريسبونسيف للاكيوت ميديكيشن, ده في حد ذاته حاجة كويسة. في الآخر خالص I'm trying to improve the health related quality of life. I have to optimize the drug selection for every patient and I have to maximize the adherence. يعني الحاجات دي general rules I have to follow بالنسبة للعيانين بتوع اللي هياخدوا preventive therapy. Next السلايد اللي بعده بعد اذنك. لو سمحت السلايد اللي بعده. ممكن بس السلايد اللي بعده بعد اذنك. ايوه
الحقيقة يعني هل ده يعني أقدر أعمله في real world practice؟ علشان أقدر أشوف ده أنا محتاج أشوف كيس تناوي حقيقية وتكون صعبة وتكون challenging وتكون خدت preventive treatment وعندها كذا مشكلة، علشان أشوف أنا يعني من كل جزئية أو script من السيناريو اللي جاي دوت I have to consider كويس قوي point عشان تفيدني في عيانين تانيين. Next slide اللي بعده. أنا هبدأ يعني بهيستوري كده لمريضة اسمها مها، عندها 41 سنة، هي شغالة هاي نيرس في emergency room، بتاخد shifts، ممكن تشتغل بالليل. She's married وعندها two daughters youngest 6 سنين، والbirth control method بتاعتها IUD، و she's chronic and excessive coffee consumer. الcomplaints بتاعتها طبعا كانت frequent disabling headaches و for long standing من زمان قوي، من قبل ما اتجوز، من وانا بنت الكلمة دي دايما بتتقال، ومعهاش قوة. وفي كومنت كده كان بتقوله ان انا يعني وقت البيريود انا الحقيقة ببقى متعذبة، يعني بتعذب بالصداع، فهيدك all through the menstrual cycle، لكن it tends to cluster around the menses. First her headache was infrequent and rapidly improving by simple analgesics, but gradually it showed an increase in the frequency and the severity of headache. ممكن next slide اللي بعده. Following her last delivery من 6 سنين the frequency زادت ل 6 ل 10 في الشهر، 6 ل 10 days of headache. لكن من سنة ابتدت الفريكونسي تزيد أكتر وبقى more frequent، ده اللي هي قالته في أول assessment. She's not diabetic, she's not hypertensive, non-smoker and no special habits of medical importance apart from the excess coffee consumption. Next. الfamily history، مفيش obvious family history لميجرين أو headaches عموماً. Her father Bas was hypertensive. Her mother was in good health. Social history, working evenings بالنسبة لها الحقيقة كان مشكلة وعمل لها stress، خصوصا ان جوزها accountant وبيشتغل regular daytime hours. Stresses بتزيد مع آخر سنتين في حياتها علشان ال يعني الفاميلي افيرز ابتدت تبقى مور ستريسنج، وابتدت تبقى نيرفس، وعندها دايما فتيج وجي اي تي كومبلينز وسليب ديفيكولتيز، خصوصا في الايام اللي هي بيحصل فيها فليبنج ليل نايت شيفتس. نيكست سيستم ريفيو، فايتال ساينز بتاعتها هارت ريت 66، بلاد بريشر ا بيت هاي كان 150 90، she's febrile، الويت بتاعها 82، البودي ماس اندكس كانت 30، فده حاططها في يعني الخانه بتاعت الاوبيزيتي. جنرال ابييرنس كانت جلومي، بوزيتيف فور فاتيج اند انكزايتي وذ بريفيوس دايجنوزز اوف جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، خدت الدايجنوزز ده من حوالي 4-5 سنين، وفي هيستوري اوف ريجولار اس اس ار اي intake. By palpation كان في tenderness على الترابيزيوس والneck muscles. TMJ was normal. Normal neurological examination وbilateral normal fundi وequal reflexes وbilateral flexoplantar response. Other system review كان في irritable bowel syndrome. Next. الحقيقة أنا يعني كتير قوي بستخدم الهيديك دايري، وشايف إنها ليها فايدة جامدة جدا في المانجمنت بتاعي مع العيانين. ده إكزامبل من الهيديك دايري اللي أنا بستخدمها، بتحدد العيان التاريخ وشدة الصداع، بتفق معاه على الشدة بتاعتها،
حسب الفيجوال انالوج سكيل، وبنقسمه لخمس اجزاء نوعه، وبنبدا نعرف العيانين اللانجوج بتاع نابض وضاغط وبريسنج تينجلينج نامنس، يعني الباترن بتاع الهيدك، الاكومبانينج سيمبتومز، الديوريشن بتاع الصداع والسايد بتاعه. لو في بريسيبيتيتنج فاكتور هو بيبدا يعني ببدا افهمه السليب ديستربنس، الاكل اللي بيفرق معاه في الصداع، الصيام، الشمس، المجهود، الهرمونز، خد مسكنات ولا لا، ومواعيد المنسترال سايكل. نيكست. طيب كاناليسز للهيدك، بعد ما جات لي بعد 4 أسابيع من الفيرست فيزيت بالهيدك دايري بتاعها، طلبت منها انفستيجيشنز عملتها، ولقيت ان عندها 9 أيام في الشهر moderately severe migrainous headache، وفي 5 أيام very severe migrainous headache character حوالين ال perimenstrual phase بتاعها، during which she had disabling attacks في الشهر اللي هي عملت فيه الدايري، خدت sick leave 3 أيام. Majority of her attacks were associated with nausea. حوالي 80% من الاتاكس كان في معاها نوزيا، but she vomited on rare occasion في الفتره اللي هي more severe migraine اللي هي اتاكس حوالين المنسترال فيز. The most annoying symptoms is pain، لكن كمان الفوتوفوبيا، وده بيخليها ما بتقدرش تشتغل كويس وقت ما بيبقى عندها حتى المودريتلي سيفير ميجرين لو المسكن ما اشتغلش. نيكست. برضو معاها 11 يوم من mild to moderate pressing non-pulsating headache، ما فيش معاها any accompaniments، وال 14 يوم بتوع الصداع وال 8 من ال 11 الحقيقه خدت من ال 11 tension type headache خدت analgesics، وكانت في modest response for attacks not associated with her menses. المنسترال migraines attacks الحقيقة كانت poorly responsive للابورتيف treatment. من السيمتومز ومن الكالندر احنا يعني اتحط diagnosis of chronic migraine without aura. الحقيقة ما كانش التشخيص ده هقدر اعمله الا بالكالندر، يعني مهم قوي ان انا اعمل الهيدك دايري بالنسبه للعيانين دول. نيكست سلايد اللي بعده. الحقيقه الاستاديز بتقول كده، يعني الاستاديز بتقول ان من عيانين الكرونيك ميجرين حوالي 40% بيروحوا للدكاتره، ومن ال 40% دول ربعهم يعني 11% بيبقى دايجنوزد بكرونيك ميجرين، ومن ال 11% دول حوالي 4.5% بياخد تريتمنت. فطول الوقت يعني العيانين دول بيحصل لهم دروب اوت، سواء كان هم ما بيروحوش او في الدياجنوزز. فعلى الاقل خالص القصه بتاعه الدياجنوزز اي هاف تو كونسيدر بالنسبه للعيانين الكرونيك ميجرين. نيكست. نيكست. بالنسبه للهيديك ميديكيشن هيستوري بتاعها، هي شي ريسيفد بروفيلاكسيس فلوناريزين وبروبرانولول اميتريبتيلين توبايوميت فالبرويت، بس كل الميديكيشنز ديت فيل تو اتشيف ساتسفاكتوري ريسبونس بالنسبه لها. الابورتيف تريتمنت بتاعها كان سوماتريبتان، خدت التابلت، خدت زوميك زولميتريبتان، خدت كومباينيشن انالجيزكس اوف دايكلوفيناك وايبوبروفين والسولبادين اللي هو اصلا عباره عن combination. Those drugs were effective except for migraine occurring during her menstrual period, when she runs out of tablets and may take injectable forms with fair response. يعني هي كانت المسكنات الانجكتبل هي اللي بتعمل تأثير معها. السؤال بقى، هل هي عندها MOH ولا لا؟ By definition. Next slide اللي بعده. By definition
الMOH يساوي هيدك أكتر من 15 يوم في الشهر يعني كرونيك هيدك ويبقى فيه regular overuse لمدة 3 أشهر من either ergotamines, triptan, opioid أو combination analgesics 10 أيام فأكثر في الشهر أو لو هو هياخد simple analgesics أو combination كده without overuse of any single class alone أكتر من 15 يوم في الشهر فهو 10 أيام لو هو بياخد حاجات migraine specific abortive treatment أو combination أو لو هو بياخد single أو أي combination بس ما يكونش في single class alone هو اللي بيعمل هو اللي عامل له over use والهيدك بيديفلوب أو بيماركدلي بيورسن during the medication overuse يبقى المسكن هنا مش بس هيبقى يعني مش effective لا كمان it will induce migraine يبقى by definition العيانة دي بالمسكنات اللي بتاخدها هي عندها MOH next طيب to summarize بقى الحالة بتاعتنا احنا عندنا عيانة عندها chronic migraine medication overuse headache pericranial muscle tenderness وعندنا comorbid generalized anxiety disorder و irritable bowel syndrome عندنا major risk factors لل MOH الايج بتاعنا اقل من 50 هي شيز طبعا فيميل GIT complaints الانكزايتي او الدبريشن هاي ديلي كافيين انتيك وكمان هي اوبيز الاوبيزيتي ديت ريسك فاكتور فور كونيفيكيشن اوف هيديك وعندنا كاتامينيال او منسترال ريليتد سيمبتومز نيكست سلايد ايوه احنا عندنا بس تو سبستانشال ريماركس اول واحد هي بيور منسترال ميجرين ولا منسترال ريليتد ميجرين الفرق بينهم بيبينوا بسهولة جدا جدا الكالندر اللي على الشمال دي pure menstrual migraine it's exclusively happened during menstrual أو during menstruation عندنا minus 2 أو 3 plus 3 days في الخمس أيام بتوع المنسترال cycle فالعيان دوت اللي هو على اللي كاتب الكالندر بتاعه على الشمال اللي هو مكتوب عليه exclusively لو انت شفت الميجرين اليوم العشرين الواحد وعشرين اتنين وعشرين معلش 21 متكررة مرتين وبعد كده في يومين كمان كلهم ميجرين في اتنين سيفير واتنين مودريت قبل واتنين مودريت في اواخر البيريود العيانة دي exclusively عندها pure menstrual migraine على الناحية اليمين الحقيقة مع البيريود ابتدى الصداع يزيد ويكلاستر لكن قبل المنستروريشن قبل الفترة بتاعت المنستروريشن هي عندها moderate migraine severe migraine جالها في اليوم التاسع والعاشر والحداشر في moderate migraine تاني جالها في اليوم الاربعتاشر والخمستاشر لكن around المنستروريشن ابتدى يبقى يكلاستر الميجرين فاحنا العيانه دي عندها منسترال ريليتد ميجرين مش بيور منسترال ميجرين والاثنين في فرق جامد في التريتمنت بتاعه النقطه الثانيه هي بدات بابيسوديك ميجرين وابتدى يزيد في اخر سنين من بعد الولاده الاخرانيه عندنا نسبه 2.5 ل 4% من الابيسوديك ميجرين بيقلب لكرونيك والعكس صحيح بموديفايبل ونون موديفايبل ريسك فاكتورز فانا برضو من ضمن الجولز بتاعتي هنا انا عايز اقلبها من كرونيك ل ابيسوديك نيكست طيب about our patient the frequency of migraine attacks throughout the month eliminates the diagnosis of pure menstrual migraine ده قلناه الهيديك كالندر قالت انها البريسيبيتيتنج فاكتور بتاعها الايفنينج شيفتس وهي مش تقدر تغير ده نون موديفايبل بالنسبه لها الستريسز كان تريجر فاكتور للاتاكس بتاعتها الكرنت تريتمنت اللي هي بتاخده لما جت بقى هي ماشيه على سيرتوالين
الريجولر انتيك سينرزين 75 ميلي جرام واميتريبتيلين 10 ميلي جرام ودول بيرنيد يعني وقت الاتاك تروح واخده منهم زياده وده طبعا كتير من العيانين بياخدوا البريفنتيف از ابورتيف يعني بنشوف ده في البراكتس الحقيقه. نيكست management paradigm بدأت أديها بوتولينوم توكسين according to PRIMT protocol fixed site fixed dose وكمان follow the pain والفيرست سيشن كانت في مارس 2019 وحطيت بروفيلاكسس دولوكسيتين 60 ميلي جرام وكاندي سرطان قلت ضغط بتاعها كان 150 90 وبرضو في السكند فيزيت كان 150-95 ف يعني قلت احط كاندي سرطان كبروفيلاكسس والكاندي سرطان عليه كلام طبعا في البروفيلاكسس على الرغم ان هو possibly effective في الامريكان هيديك guidelines وثيرد لاين في الدانش هيديك guidelines وخدت الكليمارا برو الباتش اللي بتاخدها فول منسترال يعني ريليتد ميجرين وما كانتش افكتيف قوي وخدتها وانس وبعدين ما كملتش عليها الحقيقه. Initial response after 8 weeks of medication وانجكشن اول سيشن الهيديك دايز دروب من 25 ل 19 وكان المنسترال ريليتد ميجرين كان so severe وكان كفريكونسي كسيفيريتي كديوريشن the same النوزيا بقت absent من ال accompanying symptoms. 2 months after third injection cycle في نوفمبر 2019 كان في mild to moderate tension type headache 5 أيام كان 11 menstrual related migraine كان the same كان هو المشكلة الكبرى بالنسبة لها و still having moderately severe 4-6 migraines days. After 4 cycle في فبراير اللي فات الريزلتس were the same تقريبا plus minus 2 days كانوا بيقلوا كل شهر أو يزيدوا و markedly improved الحقيقة pericranial muscle tenderness كانت markedly improved مع الانجكشن ومع الميديكيشن اللي خدت. طيب to evaluate بقى العيانة حصل marked improvement of muscle tenderness من 9 في الفاز لـ2 أو لـ1 الpatient experienced modest improvement هي الـ15 نزلت لـ16 يوم فـ 35% improvement فby definition احنا ما وصلناش للreduction اللي احنا عايزينه 50% still other problems of this refractory patients الحقيقة كانت موجودة. كان السؤال بقى احنا رمضان جاي دلوقتي وفي 4 احنا كنا في شهر 2 هل لو خدت الانتي سي جي ار بي هيبقى افكتيف معايا هل هيبقى له كويك اكشن ولا لا في حالتي ده السؤال هي سالته الحقيقه وهي اللي كانت اقترحت ان احنا اضيف الانتي سي جي ار بي هي عندها كرونيك ميجرين وفي prior preventive treatment failure including البوتولينوم توكسين عندها history of severe menstrual related migraine هي chronic migraine و MOH وكمان عندها comorbid depression و anxiety. Next thing. Next. طيب اول حاجه كانت المشكله الاولانيه هل هيشتغل معايا ولا لا هل هيشتغل معايا بسرعه ولا لا الحقيقه الاستاديز بتقول سترايف ستادي صحيح هي على الابيسوديك ميجرين لكن هي لقت ان في ويك 1 الاودز اوف اتشيفينج مور ذان 50% ريدكشن اوف ويكلي ميجرين دايز وير جريتر فور بوث دوزز سواء كانت ال 70 او ال 140 ملي جرام ايرينوماب طبعا مع استمراريه العلاج في الويك فول النتائج بتبقى كويسه
وافضل. سلايد تاني اللي بعده نيكست. لو عندي يعني prior preventive treatment failure ايه بقى الوضع بتاعنا؟ الحقيقة برضو الستاديز بتقول ان هو treatment difference for ينوماب were numerically higher in patients who failed prior preventive treatment. الرسمة الاولانية اللي على الشمال ما كانش فيه prior preventive treatment failure، كان الديفرنس قل الميجرين monthly migraine days حوالي المين يعني او الافرج بتاعها 2.9% بينما الرسمه اللي على اليمين معلش انا معيش طبعا بوينتر اللي هي اكتر من او يساوي 2 prior treatment failure كان الchanges اكتر من 4 days. فحتى الفرق لما يبقى فيه failure يعني more severe forms of migraine كان الافكاسي كانت اعلى في الرينوماب. next. طيب الجايدلاينز اللي بتقول ايه؟ بتقول when should treatment with anti-CGRP be offered to patient with migraine. يا اما يكون هو failed at least two of the available medical treatment او ما كانش tolerating البريفنتيف تريتمنت دوت. ف سواء كان في عنده فيلير او ما كانش في توليرانس للبريفنتيف تريتمنت، الحقيقه الرينوماب should be offered for those patient. next. الافكتيفنس اوف رينوماب في ان بيشنت وذ كرونيك ميجرين هو فيلد بوتوليريوم توكسين، الحقيقه من الاستادي ديت استادي هولنديه في 14 عيان من عندهم كرونيك ميجرين وحصل فيلير للريسبونس تو تريتمنت، من ضمن التريتمنت كان بوتوليريوم توكسين. الحقيقه من ال 14 عيان دول 11 عيان ريسبوندد للرينوماب مع البوتوليريوم توكسين. فكومباينيشن الاثنين في الحالات السيفير ممكن يبقى ريسبونس الحقيقه عالي. نيكست. بالنسبه بقى للمشكله المؤرقه لمي كانت المينسترال ريليتد ميجرين، الحقيقه اسوسييتد بي سيفير بردن وسيفير اسوسييت سيمتومز، وفي نفس الوقت كواليتي اوف لايف تبقى افكتد جامد جدا لدرجه انها خدت سيك ليف في الفتره ديت. الاستاديز بتقول ان هو الافيكاسي اوف رينوماب از سيميلر للعيانين اللي عندهم او اللي ما عندهمش مايجرين ريليتد منسترالي ريليتد ميجرين، which is يعني فاين ان انا الاقي افكتيفنس لعيانين عندهم منسترالي ريليتد ميجرين من الرينوماب، سواء كانت في الدبل بلايند كنترولد ستادي او في الاوبن ليبل ترايلز. السلايد اللي بعده. العيانه كمان ديت عندها ام او اتش، وهل بقى السؤال هل هينفع معاها ولا لا، وخصوصا ان احنا فشلنا ان احنا نعمل ديتوكسيفيكيشن للعيانه في الفتره اللي هي حوالي سنه من مارس 2019 لفبراير 2020. الحقيقه هو الرينوماب كان بي هيلبفول ومش محتاج ان العيان يعمل ديتوكسيفيكيشن بروسيجرز قبل ما ياخده. نيكست. طيب انهي تايب بقى اوف اكيوت ميديكيشن هل هتفرق؟ يعني اللي بياخد التريبتانز واللي بياخد الاوبيويدز وبياخد الكومبايند او السيمبل؟ لا، الحقيقه هو العيانين دول الريسبونس بتاعهم ما بيختلفش خالص كافيكاسي وذر هو بياخد ايا من الابورتيف تريتمنت. نيكست. كان برضه في مشكله عند مي اللي هي الكوموربيديتي ديبريشن وانكزايتي. الحقيقه دول فيري كومن كوموربيديتي في الميجرينال بيشنتس،
والpatients commonly report an insufficient response to current سواء كانت الأكيوت medication أو البريفنتيف treatment. والال health related quality of life تبقى أوحش بكتير قوي عند العيانين المجرينس اللي بيبقوا associated معاهم depression و anxiety. برضو ال efficacy of rinumab in patients with a history of depression and or anxiety was similar to or even better than those without such comorbidities, زي ما ال strive analysis كانت في subgroup analysis بتاعتها يعني بتقارن بين العيان اللي هو عنده depression أو anxiety والعيانين اللي هم ما عندهمش history of depression و anxiety. Next. طيب فاضل نقطتين كمان اللي هو who should not use anti-CGRP, وده نقطة مهمة قوي, مين اللي أنا مش هديله الانتي-CGRP. الحاجة التانية أنا ديت الانتي-CGRP لمي والحقيقة الريسبونس بتاعها كان كويس قوي, وبعتت مسج في رمضان إنها صامت رمضان بطريقة يعني عمرها ما صامتها قبل كده وكانت مبسوطة قوي, وبالذات في المينستوري ريليتد هيديك بتاعها. بس إمتى هوقفه؟ ده برضو سؤال مهم. طيب إجابة للسؤال الأولاني, مين الكاتيجوريز بتاع العيانين اللي هم السلايد اللي بعده بعد إذنك نيكست, مين الكاتيجوري بتاع العيانين اللي هم مش هياخدوا الأنتي سي جي أو بي أو الإيرينوماب؟ الحقيقة هم العيانين اللي كانوا إكسكلودد في الستاديز. فالإكسكلوجن في الستادي كان البريجننت وومن, كان النيرسينج وومن, كان الانديفيدوالز ويذ alcohol or drug abuse, اللي عندهم cardiovascular أو cerebrovascular diseases, عيانين with severe mental disorders. الحقيقة دول مش هنقدر ان احنا نديهم الرينوماب لان ما فيش studies عليهم, وفي risk بالنسبة للcardiovascular أو cerebrovascular. Next. في pregnancy واللactation, صحيح هو مفيش animal studies بتقول ان في harmful effect للreproductive toxicity, لكن we have to consider ان احنا precautionary measures is preferable to avoid to use it during pregnancy. وبرضو مش معروف اذا كان هو بيبقى excreted في الملك ولا لا, فبالتالي احنا دول we have to avoid تماما, وللتأكيد الحقيقة بقولها تاني. Next. طيب امتى بقى هستوب الـ anti-CGRP؟ الاناليسيس اوف ايفيدنس زي الراندومايزد كنترول ترايلز ما قالت, كانت الاستاديز من 3 ل 6 شهور. الاكسبرت اوبينيون اللي نازل في اليوروبيان ريكومنديشنز وجايدلاينز ان هو ادفايزد ان هم يستوب التريتمنت وذ رينوماب وبقيه الانتي سي جي ار بي افتر 6 ل 12 شهر, يعني مينيمم بنتكلم على 6 شهور ميديكيشن ديوريشن, علشان لو وقفناه حتى الكلام بقى طبعا لسه محتاجين لونج تيرم ستاديز ويمكن بقى ريل وورلد ايفيدنس يبين لنا بعد كده العيانين دول هيحصل معاهم ايه, لكن لغايه دلوقتي مش معروف بعد ما بيقف ايه بقى الفولو اب بتاعهم هيبقى عامل ايه. ان كونكلوجن بقى السلايد اللي بعده بعد اذنك, ده اخر سلايد. الإفيدنس from trials and real-world registries showed that anti-CGRP monoclonal antibodies are effective in everyday clinical practice, even with our chronic, problematic, severe, and refractory patients. It's important to manage patient expectation. دي نقطة مهمة قوي. مش كل العيانين هي respond. Not everybody responds. And if for those that do, the outcomes can be life changing. يعني ده مهم جدا, والريسبونس بيختلف من بني ادم للتاني, والريسبونس لا يساوي ان انا هبقى مش migraineous patient. Assessing response comorbid factors and progress in patients is important for optimizing treatment. العيانين ال MOH challenging, هعمل detox ولا لا according, والستاديز بتقول ممكن inpatient, ممكن outpatient, ممكن just advice. عيانين ب menstrual related migraine versus pure menstrual migraine, العلاج بيفرق. Psychiatric comorbidity can badly affect drug response and should be targeted and treated.
thank you متشكر قوي. اخر سلايد بقى. شكرا لكم. شكرا يا حاتم على المحاضره الجميله اللي فيها يعني تطبيق عملي للمحاضرات اللي قبلها، لمحاضره الدكتور رامز ومحاضره الدكتور اسماعيل. انا بس عايز اقول حاجه، انه في التشات بار يا جماعه دلوقتي في اللينك بتاع اليوتيوب شانل، دي اليوتيوب شانل بتاعه الجمعيه. ان شاء الله يا رب هيبقى فيها كل الماتيريال الايديوكيشنال، من ضمنها طبعا او في بدايتها هيبقى الويبينار بتاع النهارده. مش يعني هنستنى يومين كده لغايه بس ما بيتعمل له المونتاج والحاجات دي، وبعد كده نقدر نخش على الشانل ونلاقي المحاضرات القيمة اللي احنا سمعناها. في أسئلة دكتور أسامة بقى واحنا عندنا مجموعة أسئلة الواقع، لو كان الزملاء بس السبيكرز يكونوا معانا علشان تمام يا دكتور أسامة. أول سؤال هو: ما أحسن نصائح التعامل السريع مع المريض عند إحساسه ببداية نوبة الصداع؟ دكتور رامز. يعني طبعا النصائح العامة اللي احنا بنقولها للمرضى، أولا إن هو ما يستناش على التريتمنت كتير، لأنه migraine becomes more difficult to treat migraine attack as it goes on. ف الـ early treatment خصوصا ان هو لو عارف الـ type of headache اللي هيجيله، hydration. يعني hydration ده is probably the most useful thing، ان المريض يهايدريت نفسه يشرب مية. Most patients who go to emergency الـ ER يعني the most effective is to give them fluids، وان احنا نديهم بقى strong analgesic زي كيتولاك ولا حاجة. فالبيشنت يعني to avoid the triggers, to avoid the triggering with starting early treatment. Triptans غالبا اللي يقدر ياخدها في البيت هي هتبقى most effective and ممكن تبقى repeated for rebound. دكتور اسماعيل لو كان يقول لنا اذا كان ال CGRP can be used as a biomarker. الاستخدام ال CGRP as a biomarker حصل في ال studies، لكن ما حصلش على المستوى الكلينيكالي. كلينيكالي والبراكتس مش موجود يعني. لا مش موجود. طيب في سؤال برضك لدكتور حاتم عن الدبريشن، خصوصا ان المريضه بتاعتك كان عندها شويه انكسايتي ودبريشن مود ديس اوردر وكده، يعني تفتكر احسن حاجه مع المايجرين ايه؟ حضرتك هو احسن حاجه الاس ان ال اي، لانها تشتغل على الدبريشن او الانكزايتي، وكمان هتشتغل على في حاجه منهم احسن من الثانيه في الستاديز او في الجايد لاينز؟ الدولوكسيتين طبعا الاميتريبتيلين يعني باي فار هو اكتر حاجه تشتغل عليه. الاميتريبتيلين هو الكلاسيكال، والدولوكسيتين هو الاميتريبتيلين المعدل. بالظبط كده، بالظبط كده. ناس كمان خصوصا في سويسرا بيحبوا يستخدموا الفلوكسيتين، بيستخدموه كتير على فكره الاس اس اي كمان مكتوبه. ما هو طبعا ما دول كلهم اللي هو زي الفلوكستين يعني، انا قلت بالذات يعني. بالظبط. طب في دكتور اسماعيل في هي سؤال ثاني ليك عن الاكزاكت اكشن السايت اوف اكشن للرينوماب في البريفيرال ولا سنترال، يعني في الهيدك الميكانيزم اوف اكشن يعني؟ لا يعني هو بيشتغل اكتر على ايه؟ على اكتر اشتغل إيه؟ على الاثنين، لان سي جي ار بي يعني انت قلت الكلام ده بشكل واضح الواقع. بريفرال يعني هو بريفرال موجود في الترايجيمينال وجوه في البرين، موجود حتت كتير بره وجوه البلاتين. وبقيت بقيت السؤال عن ال البريفنتيف ليفلز والبوسيبل سايد افكتس، وتهيالي الكلام ده تعرض له دكتور حاتم بعد كده في البرزنتيشن بتاعته بشكل جاي. هو طبعا من الادويه الرينوماب اللي بتتاخد مره كل شهر زيه زي الجلاكنزوماب، يعني الاثنين بيتاخدوا مره كل شهر. هو في سؤال تور في سؤال على القصه دي انا جاوبته على حقيقه باي تكست على طول، اللي هو كان يسال على الدوز وعلى از ات افيلبل
انا جاوبت عليه على طول بالتكست الحقيقه. لا يعني بس لسه في سؤال قدامي مكتوب فيه كده برضه، فانا يعني احنا قلنا ان خلاص يعني مش الاسوشيشن بتوني كرونيك مايجرين وستروك. الدكتور رامز بقى ستروك مان هو از ناو مور سبيشاليزد ان هيديك او ديسايدد تو هاف انذر سب سبيشاليتي. هو طبعا السؤال ده سؤال كومن جدا من المرضى وسؤال كومن جدا من الدكاتره وسؤال في غايه الاهميه. The short answer is انه الصداع انه المايجرين مش هيعمل لك ستروك، يعني it does not cause a stroke. طبعا زي ما دكتور اسماعيل قال الفاسكولار اندرستاندينج اوف مايجرين ان هو هيحصل فازو سبازم لدرجه انه ممكن يحصل لي ستروك، ده خلاص انتهى. الواقع ايه بقى؟ الواقع ان هو المايجرين بيشنتس هاف ا هاير ريسك اوف ستروك، يعني نتيجة الاسوسيشن مع الفاسكولار ديزيزز وخصوصا في عيانين مايجرين with aura عندهم a higher risk عن النورمال of getting a stroke. لكن المايجرين اتاك نفسها does not cause a stroke. فده بس يعني اليوز فريكوينت يوز اوف ايرجوتس مثلا خصوصا الحاجات الكلاسيكية القديمة could be especially in old age يعني ممكن يعني هاي ريسك فاكتور طبعا للستروك، لازم ناخد بالنا من الحكايه دي. وبعدين في رساله بقى للدكتور حاتم، دكتور محمود حميده، وحشته يا حاتم، حتى ما فتحتش برضك الفيديو عشان يشوفك. لا والله بيسالك عن البريجننسي واللاكتيشن وانت جاوبت الواقع يا حاتم. لا هو فتحت الفيديو عشان الدكتور محمود، بس الدكتور محمود وجوده معانا يعني حاجه تشرفنا وتسعدنا يعني الواقع. يعني ربنا يخليك تمام يعني. دكتور محمود جاوبنا على الدكتور حاتم يعني جاوب على السؤال ده. طيب سيفهلك اللي احنا ممكن نستخدم معاه برضه المواد بتعرض ليها الدكتور حاتم كتير في كلامه، بس انت كنت عايز تجاوب انت يا حاتم عليه اللي هو معلش بيه ال what are the types of fedic can you use in ironomorph with. الحقيقه هو تايبس يعني احنا بنتكلم على المجرين، ما نقدرش نحطه في الكلاستر ولا التنشن تايب هيديك طبعا، لكن المجرين سواء كان ابيسوديك مجرين او كرونيك مجرين ابيسوديك في شغل كتير على الكلاستر، في شغل كتير على الكلاستر لكن لسه ما هوش الجاليتي او الجالكينوزوماب هو اللي يعني ابروفد في الكلاستر. احنا بنتكلم على الانتي سي جي ار بي، يعني احنا بنتكلم بشكل عام على الانتي سي جي ار بي. في شغل في الكلاستر، وفي شغل حتى كمان في الاكيوت ثيرابي في الاثنين بالظبط. كان في سؤال عن الهرمونال كونتراسيبتيف والبريجننسي وبريست فيدنج، تالي معظم الحاجات دي احنا تعرضنا ليها في الكلام. في سؤال لطيف عن الفرق بين الايرينوماب والكلاكنيزوماب. طبعا الكلاكنيزوماب يعني ما كانش موجود في السوق المصري، لكن هو والبيسون افيلبل ان شاء الله. يعني صعب ان احنا ندخل في الحاجات دي دلوقتي تهيألي. والله يا دكتور اسامه هو يعني هما الاثنين يعني بيشتغلوا على نفس ال هو طبعا نفس الميكانيزم في اكشن وبيشتغلوا على نفس البيبتايد. في فرقين مهمين. الفرق الاولاني انه الايرينوماب از هما مونوكلونال انتي بوديز، فالايرينوماب از فولي هيومنايزد فولي هيومن. الكلاكنيزوماب طبعا مش هيومنايزد. الحاجه الثانيه في الادمنستريشن انه الايرينوماب بيتاخد، هما الاثنين بيتاخدوا وانس مانثلي، بس الجالكينوزوماب لازم في الاول بيبقى فيه لودنج، بيتاخد جرعتين مع بعض ات ذا سيم تايم، وبعد كده بيتاخد مره كل شهر. تمام. ومش سبكوتينيس مش عارف الجالكينوزوماب سبكوتينيس لا ما هو بس كمان سبكوتينيس في الاول، بيتاخد في الاول هم زي ما بقول لك يعني جرعتين مع بعض كلودنج دوز، بيتاخد لودنج دوز. كان في كلا سؤال برضك، احنا نعمل كم محاوله قبل ما ناخد حاجه من الانتي سي جي ار بي؟ يعني مفيش يعني اتليست تو ترايلز بس يبقوا ساتسفاكتوري يعني بالضبط. اديكويت دوز اديكويت تايم.
وبالنسبه للبوتولانيوم توكسين بنقول فيليا وبعد الثالثه يعني بعد ثالث سايكل اوف انجكشن. If there's any specific treatment for allodynia اللي كاتب ده ترخان ترخان دكتور ترخان معانا ده سؤال من الدكتور ترخان If there is any specific treatment for allodynia احنا سعداء طبعا ان الدكتور ترخان يكون معانا ربنا يقرب البعيد يا رب مش انا مش فاهم السؤال يعني ده كلام عام عن الالودينيا بشكل عام يعني ولا احنا بنتكلم عن الهيديك يعني هيالي الالودينيا الاسوسييتد مع الميجرين قصد الدكتور طبعا انا مش فاهم يعني لو هو لو هو يعني لو في بريفنتيف معين مفضل يعني في الالودينيا اعتقد الدكتور طرخان قصده كده هو بس النقطه بتاعت الالودينيا دي ان الالودينيا دي ميبي ات از ا سيمتوم لكن ات از ا بارت اوف ذا سنترال سيستيزيشن اللي بيحصل فاي حاجه هتنترفير مع الباث واي دوت اساسا اللي هو الانتي سي جي ار بي تريتمنت ديفينتلي يعني اوتوماتيكلي هتعالج الالودينيا اصل الالودينيا ده ميكانيزم او سنترال سيستيزيشن بيحصل زياده لكن يعني الانتي سي جي ار بيس وكده الحاجات دي ما بنستخدمهاش في الحاجات يعني ما فيش ما قريتش حاجه عن علاقه بينها وبين الالودينيا لا ده الالودينيا هنا سيمتوم يعني مثلا يعني سيمتوم من المايجرين يعني الالودينيا كجزء من المايجرين يعني تمام كان في ستادي قالت يعني انه هو البوتولانيوم توكسين بيفيد الالودينيا كويس بس يعني اعتقد اي بريفنتيف هيجيب نتيجه كويسه هيجيب نتيجه يعني يعني تيالي ان هو هيبقى واحد من الاعراض يعني اللي بتتحسن بكل الحاجات حاجه سبيسيفيكالي مش عارف في سؤال برضك للدكتور حاتم عن البوتوكس وال يعني البوتولانيوم توكسين هاو لونج ديسايدد فيلير اوف ذيس ماجمنت دكتور حاتم رد على الكلام ده دكتور اسامه ان احنا قلنا على الاقل 2 تايمز لا كم مره يعني كم سايكل يمكن قصده يتدي من البوتولانيوم توكسين يا دكتور حاتم ثلاثه سايكلز يا دكتور اسامه من 6 ل 9 اشهر في سؤال من الدكتوره نشوى بتقول كان يو منشن ديتوكسيفيكيشن ميثود هو في ديتوكسيفيكيشن ميثودز كتير كلها بتعتمد على الستيرويدز وطبعا الابستيننج من الميديكيشن عشان في الميديكيشن اوفر يوز وكده وبتختلف الواقع يعني في ناس بيحطوا بروتوكولز فيها بالس ستيرويدز وفي ناس بيدوا سمول دوزز فور لونجر تايمز وفي ناس حتى بيعملوا هوسبيتاليزيشن عشان يعملوا ديتوكسيفيكيشن زي بعض المراكز في سويسرا وكده صحيح مايجرين كونسيدر ريسك فاكتور فور مايكاردال انفاركشن دكتوره ايناس ما اعتقدش يعني برضو خلال الاسوسيشن مع كارديوفاسكولار ديزيز عموما اساسا اسوسيشن يعني اسوسيشن بس مش ريسك فاكتور برضو لا فيري سلايت لا يعني ما احنا الايرونات ده سؤال تاني عن الايرونات بيستخدم في الاكيوت اتاك ولا هو بريفنتيف بس ولا بروفيلاكسيس بس احنا قلنا ان في شغل عليه في الاكيوت اتاك لكن هو الابروفال بتاع كل الانتي سي ار بي على انها تبقى بروفيلاكتيك كرونيك ماجرين او الابيزوديك اللي مش ريسبوندينج كان بيوزد ان فيستيبولار ماجرين دكتور محمد ايوه كان نوقف الاورال بروفيلاكتيك ولا لا ايه رايك يا دكتور اسماعيل نوقف الاورال بروفيلاكتيك لو دكتور لو كان جو نعم لا يعني لو قررنا ان احنا ندي الانتي سي ار بي تريتمنت يعني لو جينا انتي سي ار بي نوقف طوالي البروفيلاكتيك ولا لا 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 وي هاف تو كونتينيو فور ا وايل قبل ما نقرر ان احنا نوقف الاورال بريفنتيف تريتمنت يعني مش على طول يعني انا ده ما يعني هو طبعا في حاجات في الاورال بروفيلاكتيك اساسا توقفها مره واحده ممكن يبقى طبعا مشكله لان احنا ممكن نكون بندي انتي ديبريسنت مثلا فمش حاضر بيني وليله مره واحده تعمل مشاكل طبعا
تمام. When to say that there is no response, 3 months. دكتور يحيى أحمد بعت يقول إمتى نقول إن مفيش response للأنتي سي جي آر بي؟ بعد 3 جرعات، بعد 3 أشهر لو ما جابش نتيجة يبقى مش هيجيب نتيجة. بس we have to put in consideration إن الـ improvement 50% reduction. اه طبعا. عشان إحنا sometimes نقول يجيب أي نتيجة، مش مفيش حاجة، مفيش حاجة بتجيب من أول استخدامها 100% reduction. مفيش حاجة كده. لكن يدي على الأقل، وفي الثري دومينز اللي شرحهم الدكتور حاتم، احيانا بيبقى الفريكوانسي، احيانا بيبقى السيفيريتي، احيانا بيبقى الريسبونس تو اكيوت تريتمنت، احيانا حتى بيبقى كواليتي اوف لايف. كل الحاجات ديت البوزيتيف فيها بيعتبر از جود كاونتس فور بوزيتيف يعني. تمام، تهيألي احنا خلصنا كل الاسئله اللي جات لنا. دكتور ماجد. تمام تمام. في يعني زي ما قلت في الأول، دي إن شاء الله يا رب تكون البداية للتدشين الإديوكيشنال كورسز اللي هتتعمل إن شاء الله يا رب عن طريق اليوتيوب شانل بتاعة الجمعية. ويعني حسن البداية إنه يكون تحت رعاية الهيدك تشابتر، وطبعا متشريف الاخ العزيز الاكبر الاستاذ الدكتور اسامه عبد الغني، وفي وجود 3 من يعني عمالقه الهادك في مصر. فيعني احنا بنشكرهم جدا على مجهودهم معانا، وبنشكر الحضور، وكل سنه وانتم طيبين ودايما نلقاكم كده على خير. طبعا بنشكر نوفارتس وبنشكر مصر 2000 على التنظيم اللوجستي للويبينار. شكرا جزيلا. والدكتور اسامه اتفضل. جزيلا، شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين، ونلتقي باذن الله على خير دائما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.